49,000 موظف، عشان بصرف حوالي حاليا مبالغ ضخمة بتصل إلى 50 مليون جنيه ما بين مرتبات وحوافز وجهد غير عادي. رفعنا لكل الناس الحوافز إلى أن وصلت والجهد الغير عادي إلى وصلت 420%. لا أستطيع أن أفعل في هذا الوقت أكثر من ذلك على الإطلاق، على الإطلاق. لو أنا عشان أرفع بقى أوجد زي ما عايز أرفع أجور الناس، لابد أن أحدد الأدوات التي لا تجعل من يعمل يتساوى مع من يعمل. في ظل الظروف الحالية واختلاط الأمور بعضها ببعض، لن يكون هناك من السيطرة الكاملة عن هذا الوضع، وسوف يكون هناك إهدار للمال العام. وبالتالي إحنا بنأخذ ما لا يدرك كله لا يترك كله. أي. فإحنا حاولنا بقدر كبير إن هنرفع مرتبات الناس، زي ما بقول لحضرتك إنها وصلت 420%، هذا لم يحدث من قبل. أي. لكن اللائحة بتاعت المتحف نحن نعمل على إيجاد حل عشان نرفع الناس كلها، لكن أنا أستطيع حاليا، أنا بتكلم بمنتهى الصدق وأنت عارفني، مش هقدر ألغيها دلوقتي. شيء صعب جدا. طب على ذكر قلت حضرتك ان عدد العاملين 49,000، لو ذكر كنا شرفنا بلقاء في النسخه الثانيه من محطه مصر، وحضرتك قلت بالنسبه كان في مظاهرات بخصوص الاولاد الخريجين والشباب الخريجين في الاثار، ووعدت ان الموضوع يتم حله، وصل لايه؟ الحقيقه كانت مشكله ذات شقين. الشق الاولاني هو تثبيت بعض العاملين اللي كان واصل عددهم حوالي 16,165 او 365 عامل وموظف، بالاضافه الى تعيين جزء كبير من على قائمة انتظار 6,000 خريج تم تصنيفهم، وبدأنا نجدول تعيين هؤلاء الخريجين. التعيين ماشي او الجدولة ماشية في مواعيدها المنتظمة بالضبط، وصلنا الى اكتر ونقترب من 4,000 خريج دلوقتي تم تعيينه. 4,000 تعيين، واصلين ل 4,000. سلامتك ألف سلامة. أنا حابب أقول للناس إن كمان سيادة الوزير راجع من رحلة مضنية حقيقة، أكتر من 800 كيلو في الصحراء بالسيارة، هيحكي لنا عنها كمان، ولكن هو احتراما لمشاهديه واحتراما للوعد اللي قطعه ليكم حب يتواجد عشان يجيب على أسئلة. شكرا يا أستاذ معتز. لكن هقول لحضرتك بالنسبة لتثبيت العاملين، إحنا من خلال من شهر 12 إلى الآن تم تثبيت 9,065 فرد، فضل لنا حوالي 7,000. بنجدول كل شيء طبقا للميزانيات المتاحه لنا. حضرتك تعلم جيدا، ربما الساده المشاهدين مش كلهم يعلموا، ان احنا بنعتمد على التمويل الذاتي. ان دخل المتاحف والمناطق الاثريه هو هذا ما يعيننا على اداء عملنا، اللي هو في المقام الاول الحفاظ على الاثار، ثم في المقام الثاني اللي هو ارتفاع بمستوى الاثريين. انا لا اخذ من موازنه الدوله ولا مليم، ما باخدش اي شيء من موازنه الدوله. انا بعتمد اعتمادا ذاتيا كاملا على الدخل اللي بيجي. دي من الوزارات النادره اللي بيحصل فيها كده، الوحيده وزاره الاثار تمويلها ذاتي. بل اكثر من ذلك الان، اننا بيتاخد مني 20% من الدخل بتاعي كمان. ومطلوب ان انا ادفع كمان، طبعا ما بدفعش حاليا لوزاره الثقافه 10% طبقا للقرار كان موجود منذ زمن، وللمحليات 10%. انا لا ادفع لا للمحليات ولا وزاره الثقافه اي شيء حاليا، متوقف تماما، لان انا عندي بواجه نقص شديد جدا في التمويل. لكن ال 20% اللي بتاخدها الدوله من المصادر التمويل بتاعتي بتاخدها دلوقتي، فانا بواجه تحدي شديد جدا ادفع مرتبات وحوافز، مطلوب مني ان انا اؤمن الاثار ضد كل المخاطر، مفروض مني ان انا ارمم اثار، مطلوب مني ان انا اقوم باتمام المشروعات الموجوده عندي، وفي اثنين مشروعين ضخمين اللي هو متحف الحضاره والمتحف المصري الكبير، لابد ان اقوم دول كمان مالهمش اعتمادات خاصه بيهم الميزانيه، مفيش حاجه في الدوله خالص بتديني اي حاجه منهم خالص. يعني العمل اللي بتقول لو وقف في يوم لا قدر الله تخسر 4 مليون، ده كله ده شغال من موازنتي، من موازنه وزاره الاثار. طبعا، ومن القرض اللي هو الياباني اللي موجود لي بالنسبه للمتحف المصري الكبير. لكن انا لا اخذ لا اتقاضى مليم واحد ولا جنيه واحد من موازنه الدوله. وبالتالي كل ده هذا مفروض، عشان كده وقفنا اعمال الحفائر تماما، بعض المشروعات اللي هي ما فيهاش استعجال توقفت، علشان نبدا بنشتغل بس درء خطوره لبعض الاثار اللي قد تهدد باي خطر، دي اللي بنشتغل عليه. فيما عدا ذلك في حاجات كثيره الى جانب المديونيه الضخمه اللي موجوده، ان انا جيت ولقيتها في الوزاره، انا دلوقتي تصل مديونيتي حوالي 400 مليون.
فبالتالي في بعض المشروعات توقفت والمقاولون يطالبون باستمرار بتسديد هذه المديونية. فكثير من التحديات وانت عندك مصادر تمويل ضعيفة بتحاول زي رب أسرة بيجي له دخل محدد كل شهر مفروض أوجه الإنفاق متعددة بيحاول بقى ان هو يلائم ما بين المتطلبات ببعضها وبعض وبيحدد أولوياته كل شهر. هنشتغل شهر بشهر انا ممكن يطلع لي حاجة النهاردة ما كنتش عامل حسابها لما يكون أثر فجأة ان هو لابد ان ادرك خطورة واقعة عليه. هنا طبعا بنصرف بسرعة وبالتالي العملية ليست بالسهولة بمكان. مسؤولية ضخمة جدا. مسؤولية العاملين في الآثار ضخمة لان مسؤوليتهم مزدوجة. مسؤوليتهم امام الشعب المصري ومسؤوليتهم امام شعوب العالم كله. طبعا. فمسؤولية ضخمة جدا اعاننا الله جميعا على القيام بها. 400 مليون المديونية حضرتك بتؤكد عليها. حاليا تقريبا. المديونية وزارة الآثار. طب تعال نشوف بعض الطلبات للعاملين او تقرير عن العاملين في وزارة الآثار. مدير عام آثار الجيزة كلها الأستاذ أسامة الشيمي ومدير عام سقارة الأستاذ كمال وحيد اللي ساهموا في بيع الأرض المصرية للأراضي الكويتية اللي الرئيس اتكلم عنها من أسبوعين. طلع ليهم قرار ان هم ساهموا في بيع ديت وهم غير مؤتمنين على الممتلكات المصرية. ازاي لغاية دلوقتي الاتنين دول في منصبهم؟ الوزير سايبهم ليه لغاية دلوقتي؟ قضية إسنا اللي ضيع فيها 144 فدان المدير بتاع إسنا واتكلمنا في الموضوع ده وعرضنا الأوراق ولكن الوزير مش عايز يشكل لجنة عشان يعيد لينا 144 فدان اللي من فيهم من أقدم وأنظر الآثار بتاعة الدولة القديمة. أنا عايز أعرف ليه حتى هذه اللحظة إن ثورة 25 يناير لم يصل صوتها داخل وزارة الآثار؟ ده سؤال عايز اساله. عايز اسال سياده وزير الاثار، انا عايز اقول له بقالك حضرتك دلوقتي سنه مسؤول في الاثار المصريه، عايز اعرف ايه اهم انجازاتك في الاثار المصريه؟ عايز اعرف ليه ما زالت المتاحف مقفوله اللي بعضها بقاله 8 سنين وبعدها بقاله 10 سنين وبعدها بقاله 12 سنه، لماذا لم تفتح هذه المتاحف حتى الان؟ لماذا لا يوجد اي اعمال حفائر منذ ان تولى سيادته وزاره الدوله لشؤون الاثار؟ لماذا لا يوجد اي اعمال ترميم حتى الان في اثارنا اللي بدا بعضها تتساقط منه كتل زي هرم زوسر في سقارة اللي هو يعتبر أول بناء معماري في العالم كله في التاريخ يشكو الآن. نحن قدمنا بلاغات قبل كده أن هناك 8 قطع في متحف الفن الإسلامي مختفين، مش عايز أقول اتسرقوا، مختفين، وحتى هذه اللحظة لا نعرف أين هم موجودين حتى هذه اللحظة. هناك منابر بتسرق الآن، ربما يكون في هذه اللحظة في هناك أعمال سرقة بتتم، لأن للأسف منظومة الأمن في الآثار للأسف يعني، وأنا مش هظلم رجال الأمن ولكن أنا هظلم أو القائمين عليها، القائمين الموجهين للأمن. ما طلعوش عاملين، طلع عامل واحد أسامة كرار. أنا لا أعلم من هو أسامة كرار، أما الشخص الآخر فهو بيعمل مفتش في أعتقد في منطقة وسط الدلتا. الأسئلة اللي أثيرت أنا هجاوبها لها بمنتهى الشفافية. لماذا لا نقوم بعمل حفائر؟ أعتقد أن أنا كنت لسه بتكلم أن أنا ما أقدرش أقوم بعمل حفائر قد تتطلب ترميم وأن أنا أصرف على أعمال حفائر وأنا عندي نقص شديد جدا في الأموال، ما أقدرش أعملها، دي رفاهية ما أقدرش أعمل بيها دلوقتي. ولو استخرجت حاجة عايزة ترميم وأنا معيش ما يمكنني من ترميمها بقى إذن هذه رفاهية نحن في الآن في غنى عنها ان احنا نقوم بعملها. عايز تحافظ على اللي موجود الاول. الاول دلوقتي اعمال حفائر ليس هناك ضروره ليها حاليا على الاطلاق يعني. ربما نتركها للاجيال القادمه لكن حاليا لا يمكن ان انا اخذ قرار بعمل حفائر على الاطلاق. وانا بقولها بمنتهى الصراحه. انما ده سبب انما اعتبرت العشر بعثات الاثريه اللي في الاقصر الاجنبيه دي مش على تكلفتنا. يا فندم دي بعثات اجنبيه بتحضر كل سنه، لم تحضر العام الماضي لان هناك كان فلات امن. طبعا. وبالتالي بدات البعثات تعمل كما هي العاده وده دليل، دي رساله ايجابيه بتذهب الى العالم ان الامن قد عاد. وبالتالي لما بنيجي نتكلم بقى على الامن والانهيار الامن اللي كان حصل في مصر وسبب في إغلاق الكثير من المتاحف، الحقيقة احنا وصلنا لدرجة احنا مش عارفين نرضي مين وما نرضيش مين. احد السادة اللي جم على الشاشة دلوقتي بيقول المتاحف المغلقة لماذا لا تفتح؟ عندما اخذنا قرار بإعادة فتح متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية ماذا قيل؟ لا تفتحوا هذا المتحف لانه حالة الامن غير مستقرة.
نفتح الشباك ولا نقفل الشباك. انا اريد ان ابعث برسائل ايجابيه الى العالم كله. صح، نحن نعمل كمصريين، نعمل ونعمل، والحاله الامنيه مستقره تماما. اما من يتساءل عن انجازاتي فانا اتحدث عن انجازاتي. الكل يعلم، رجل الشارع يعلم ماذا انجزناه في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنقوم بيها. افتتحنا كثير من المشروعات، صحيح انا ما عملتهاش، كانت موجوده عايزه التاتشات الاخيره او عمليه الانتهاء منها. أي. وكان هي عباره عن رسائل بنرسلها ان احنا نعمل، بنستكمل عمل الـ يعني ايه الخطوات الاخيره في كل مشروع عشان نوجه الرساله الايجابيه للعالم. افتتحنا جزيره طابا، افتتحنا سرابيوم، او عدنا افتتاح سرابيوم ومقبرتين مهمتين في سقارة، افتتحنا 6 مقابر بتفتح لأول مرة في منطقة الجيزة، افتتحنا الهرم الثاني عشان يكون بديل عن الهرم الثالث ونريحه ونبدأ نرممه، وسوف نفتتح إن شاء الله يوم السبت معبد هيبس في الواحة الخارجة عشان يكون مقصد سياحي جديد بعد إعادة ترميمه وتكلفته حوالي 30 مليون جنيه. الإنجازات لما نقول إحنا عملنا، رفعنا الحوافز والأجور إلى 420%. الإنجازات لما نقول إن إحنا ثبتنا 9,065 في ظل ظروف صعبة للغاية، إن إحنا مفيش مصادر تمويل. السياحة انخفضت قد إيه؟ إحنا نسبة الإشغال كانت الفترة اللي فاتت في منطقة الأقصر 7%. وصلنا لكم دلوقتي تقريبا؟ حوالي 17%. وإن شاء الله جاية، أنا دلوقتي بمر على المناطق الأثرية وشوف إن هي السياحة طلعة، وندعو الله عز وجل ان لا يحدث ما يكدر الصفو مره تانية وتستمر الحاله الامنيه في ارتفاع، وبالتالي السياحه تعود مره اخرى. وجود البعثات الاجنبيه اللي اتكلمنا عنها رجوعها ده مؤشر جيد، زياده اعداد السائحين. البعثات الاجنبيه دي ما تكلفناش حاجه؟ لا طبعا اطلاقا، ده هم بيجوا يصرفوا فلوس وبيعملوا عمل علمي وبينشروا الاعمال العلميه وبيشغلوا مصريين كمان. فبالتالي ما بتكلفش. وشيء مهم كمان، ارسال الرساله الايجابيه ان الامن مستقر، وهو ده المطلوب دلوقتي نحققه. طيب القطع، قبل ما اروح للقطع اللي كان بيتكلم عليها اسامه، في مراقبه صارمه للبعثات دي؟ مش بس مراقبه، طبعا مراقبه صارمه للبعثات الاجنبيه، ولا يستطيع احد ان يفكر حتى ان هو يسرق من البعثات، لان دول رجال اثار علميين جايبين تابعين لمعاهد علميه متخصصه محترمه او متاحف متخصصه محترمه، بيؤخذ عليهم موافقات امنيه من الجهات الامنيه الموجوده في البلد السياديه، ما نقدرش نشغل حد لما يكون هناك موافقه امنيه عليه. خلينا هقول لك حاجه بقى، النهارده اثناء الانفلات الامني، ودي انا بعلنها لاول مره لحضرتك لان النهارده الحكايه دي حصلت، اثناء الانفلات الامني كان تم الاعتداء على المتحف المصري يوم 18 يناير، تم الاعتداء على بعض مخازن الاثار وخاصه في منطقه الدلتا وميت رهينه، وانا قلت في يوم من الايام مش عارف لحضرتك او لغيرك من الاعلاميين ان انا متاكد ان الاثار لا زالت موجوده داخل مصر. ايوه قلت لي كده على الهواء. النهارده اكتشفنا 15 قطعه كانوا مسجلين ب10 ارقام من السجل الاثار اللي سرقت من ميت رهينه. لقيتوا 15 قطعة؟ 15 قطعة مسجلين في 10 أرقام سجل، يعني عندنا 10 ممكن يبقى رقم في أكثر من قطعة، فعدد القطع التي تم ضبطها 15 وسط مجموعة أخرى، هذا تم اليوم. النهاردة؟ الخبر ده عنوان رئيس، ده يعني مهم جدا، ده يعني سبق اللي لسه ما عارفه قبل ما اجي. طب وتم ضبطها ازاي؟ عندي عصابه من العصابات اللي كانت بتسرق الاثار. النهارده شرطه سياحه الاثار ضبطت هذه القطع، وانا بوجه لهم الشكر فعلا عبر كمان برنامجك المحترم، فانا بوجه لهم الشكر لانهم بيقوموا بعمل ضخم جدا وبداوا يستعيدوا قبضتهم مره تانية. احنا اغلقنا كل المنافذ اللي موجوده حوالين مصر. حضرتك لما بتسمع كل يوم دلوقتي تم القبض على محاوله تهريب اثار، ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بدأنا نحكم قبضتنا على كل المنافذ اللي ممكن يخرج منها اثار بره مصر. وده مؤشر جيد ان بعد كده ان العمليه كل واحد يفكر حتى ان هو ياخد اثار بره مصر، اعتقد هيفكر اكثر من مره. طيب ايه اللي مخلي حضرتك مطمن ان الاثار الحمد لله داخل مصر وان هم بيحاولوا فقط الخروج؟ ايه اللي مطمنك انها ما خرجتش؟ لان احنا ابلغنا كل متاحف العالم بنراقب كل صالات المزادات تماما، كمان أبلغنا كل ما سرق وهو كان مسجلا في سجلات الآثار، أبلغنا فيما يسمى القائمة الحمراء، أبلغنا البوليس الدولي، أبلغنا متاحف العالم وكل منافذ ومطارات العالم. فأي قطع هتم ضبطها في أي حتة سوف تستعاد على الفور.
فبالتالي واحنا غلقين داخل مصر دلوقتي، شورت سياحة والأثار.